احترامي سيدي. اللي صباح، شو آخر الأخبار اللي عندك؟ هلأ وصلوني قوائم بأسماء 24 شخص توفوا بالمخدرات خلال هاي السنة سيدي. طبعا عمل لي عليهم دراسة وحدد لي الناس يلي بيقربوهن. رح باشر سيدي. في حدا دارس طب أو طب بيطري بدي هالتقارير تكون بأسرع وقت ممكن على مكتبي، لأنه مهمة كتير بالقضية. الوقت عم يسبقنا يا ابني. أمرك سيدي. لازم لاقي هدول الأندال اللي كانوا السبب بموتها، ولازم حاسبهم واحد واحد. مو هيك الحال بيكون يا عمري، اهدى شوي ولا تضيع حالك يا كاظم. إذا صار لك شي لا سمح الله أنا بضيع، أصلاً مين بيقيلي غيرك بهالدنيا؟ خلصنا بقى خلصنا. في شرطة بالبلد وهنن بيساعدونا. ما هن اللي ورا هالشغلة، أصلاً شو بيعرفني إنه اللي رح يمسكون هن نفسهم اللي سمموا بنتي. بدي أمسكهم بإيدي هدول وفرجيهم كيف بيكون الانتقام. أنا رايح. نزلين على الحمام حسن حما وصابتني، ترررررر كل البنات نجوم حسن وانت قمرهن، كل البنات نجوم حسن وانت قمر. صباح الخير. شو القصة؟ ليش عم تبكي امي؟ معقول اني بدي اتزوج زعلتي؟ شو عم تحكي؟ معقول اني زعلانة؟ انا فرحانة يا عمري، فرحانتلك وصهري كمان شب كتير منيح. يا ريتك تتهني. لشو هدول الدموع لك؟ هدول هنن دموع الفرح يا روحي، دموع الفرح، ورح تحسي بهالشي بس تصيري ام ان شاء الله. شو بحبك يا عمري، بحبك كتير. ما بتتخيل قديش فرحت بدعوتي على عرسكن، وبصراحة انا كتير ممنون منكن. بابا يعني انا رجعت ابوك من جديد. بابا نيفين وانا منحلم انه نكون أسرة سعيدة، وأكيد أنه رح نحتفل ونعمل عزايم بالأعياد. ونحن متأكدين أنه إذا حضرتك ما قبلت الدعوة وما إجيت لعنا، مو ممكن العيد يكتمل من دونك. أنا هلأ ماشي، تمام؟ لازم لحق الحلاق بتعرف، وبشوفك بالعرس. يمكن أنتوا هلأ بحاجة لأغراض كتير، وأنا حابب ساعدكن. شوفوا شو ناقصكن واعتبرها هدية لنيفين. بصراحة نحن حابين إنه نأسس بيتنا على قدنا، ما في داعي. شكرا كتير. والله وكبرت يا ولد، بس كمان ما بقدر ما أجيب هدية لنيفين تليق فيها. اجيت شوفك إذا صرتي جاهزة للعرس. رجلي مو قادرين يحملوني لسه، لهلأ ما عرفت كيف بدي أروح وأنا بهالوضع. ولا يهمك، بتقدري بتقدري، الله بيعطيها للأم قوة. لما تشوفي ابنك عريس رح تقدري. كمان أنا جبت لك هدية صغيرة وإن شاء الله تعجبك. متخيلة إنه رح يلبق لك كتير. ليش معذبة حالك يا بنتي؟ الغزانة عندي معباية على الآخر وكلها تياب، كنت لبست وإجيت. معقول هاليوم بالذات لازم تكوني غير شكل؟ كلهم رح يتطلعوا على أم العريس. يلا لبسي وفرجيني. والله يا بنتي هالمصاريف ما في داعي إلون. مصاريف شو؟ نحن ما رح نكون عيلة وحدة إلا بوجودكم. روحي هلأ مرتاحة، ابني وبعد كل هالسنين لقيته، وأنا فرحانة كتير لأني متأكدة إنه رح يكون مبسوط بالحياة معك. حاجتنا زعل، يلا قومي البسي. معلم كاظم، البقية بحياتك، الله يرحمها، طول بالك. الله يكون بعونك. تسلم، الله يرحمنا جميع، القدر مكتوب. تسلم. العوض بسلامتك. Thank you.
وهذا اللي اسمه سليمان وين ممكن يكون متخبي؟ وبأي حلقة من الحلقات حالياً عم يشتغل؟ سليمان هو مثل سمكة سامة، بنفس الوقت هو سمكة صغيرة. المطلوب إنه نمسك السمكة الأكبر. سليمان رح يكون الطعم، وهو يلي بيوصلنا للرأس، وبالنتيجة هو الهدف المطلوب. معك حق، لحتى نقدر نصطاد الفريسة لازم يكون الطعم مضمون، وسليمان ممكن يكون طعم فعال. طيب، وهلأ أحكي لي شو هو المخطط يلي عم تفكر إنكم تطبقوه؟ هو رح يروح بنص الشهر الجاي لعند قدير لياخد سكاكر، ومخططنا نداهم بشكل مباشر، ولهذاك الوقت رح نحاول ما نفيق الحية. تمام سيدي، هاي قائمة بأسماء الأشخاص اللي توفوا بسبب المخدرات. لقينا 3 صيادلة و3 دكاترة، في واحد بيطري بيناتهم سيدي. تمام، بدي الكل عندي هون. أمرك سيدي. وينو يا أمين؟ شوفي هات لشوف شو هالشي اللي مخبيه انت وياه ومو قدراني انكم تحكوه. اليوم عرسه سيدي وراح مشان يحلق. انا نسيت العرس كله على بعضه، شو بدي اعمل؟ هالقضية كركبتني. حاجة تتحرك يا ابني وإلا رح تجرح حالك. إيه طيب خف ايدك شوي. شو رأيك تخلي المعلم يعرف يكمل شغله سيدي؟ لو كان هون عثمان بيك كان عطانا محاضرة عن أهمية اليوم، لأنه صاير مكتبة معلومات متنقلة ما شاء الله. شكلك دارس منيح أنت. يا معلم، الشاب العثماني من زمان كان لما يروح قبل عرسه ليحلق كان يربط له حدا من أهل الحلاق منديل على إيده اليسار وما بيشله يا ليخلص حلاقه. كان بيحطوا هالمنديل للحلاق لحتى يحطوا فيه البخشيش ويكرموه. ايه وبعد الحلاقة بيجوا رفقاته وبياخدوه معهم لحتى يساعدوه باللبس. أمانة أمانة، ريح حالك، أنا بلبس لحالي. وهي خلصنا بسيط. أعطيني إبرة لو سمحت. خود. وهي هيك. عجبتك الحلاقة؟ شكراً. الربطة كتير شادة على رقبتي، رح اختنق بلا ما ألبس اليوم. ما بيصير، وقعك تشلحها، كل لاعبين كرة القدم بيحطوها لما بيروحوا على العرس. ليك شفت بعيونك، هي عمو عثمان لابس مثلك. يا عيني شو هالحلاوة يا صبايا. ما شاء الله يا باشا، طالع بهالتياب كتير حلو. كنت بدي ألبس اليوم أوعى للرياضة بس ماما ما خلتني. طيب خلينا نعمل اليوم شو ما بدهم الصبايا الحلوين، وبآخر الأسبوع أنا وياك رح نروح على الحديقة، ووقتها بتلبس ثياب رياضة. أنت معي؟ أنا معك. يلا تفضلوا يا حلوين. تعا معي حياتي. لسه ما خلصنا؟ هيك خلصنا تمام. شوفي شو طالعة حلوة. شو ها؟ إن شاء الله الله بيحميك يا حياتي. إجا اليوم اللي شوفك فيه عروس، الحمد والشكر إلك يا رب شفتك بهاليوم. يا أخي أنا بعرف إنه أنت رح تدفع لي مصاري، بس لا تواخذني إذا سألت ليش لاحق هالسيارة. أنت سوق ولا تسأل، الهم بيقتل صاحبه ما هيك؟ ست وحيدة؟ عروستنا متوترة شي؟ لا والله ما حدا متوتر بنوب، ما حدا متوتر أكتر مني. شوفوا مين إجا. هاي خالي ناريمان. دكتورة ناريمان، هي هي. مرحبا. أهلا وسهلا يا روحي. تسلمي يا خالي. أهلا وسهلا مدام ناريمان، شرفتينا والله. تفضلي هون إذا بدك. شكرا لإلك، الشرف لإلي عثمان بيك. شو هالحلاوة كلها هدى؟ شكرا عيونك الحلوة. أم ماجد، مرحبا يا شباب. مرحبا. على حالك. كيفك؟ منيحة إن شاء الله؟ الحمد لله تمام.
عثمان بيك، مبين انك انت كمان متوتر مثلي اكثر من العرسان، ولا انا هيك شايفه؟ شو العريس صار جاهز؟ اكيد لا تاكلي هم. يا ريتك ضليت معه، بركي كان متوتر. يا الله الجاتو، انا رايح اشوف شو صار معهم بالجاتو وراجع. شو ناقصه لسه؟ شو هذا كله؟ الله يسلم ايديك يا معلم قدير. تسلم. وين وصلتوا؟ شعبة مكافحة المخدرات والشباب يلي عندك كلنا عم نشتغل سوا. انا بعرف انه علي غرامي للمالية وبعرف اني بستاهل، وانا مستعد للعقاب. الانسان ما بيقع بنفس الجورة مرتين، ولو كان اعمى اكيد بيتعلم من الخطأ تبعه، وبالنسبة الي انت تعلمت. معلوم معلوم. والله بعد هلأ إذا بيجي مين مكان لعندي وبيحط قدامي شو محط مصاري ما رح أقبل قبل ما أعرف. أنا شو بيعرفني إنهم بهالطريقة كانوا عم يشدوا الشباب للموت؟ يلا بالإذن أنا هلأ رايح. لحظة لحظة، هدولك مالة الحساب يلي بيناتنا. خلي علينا مو محرزين. ما بيصير، الواحد لازم ياخد حقه قبل حتى ما يجف عرقه. شكرا. تفضل. كل شي جاهز؟ شي أكيد يا بيك. وإمتى رح تبلش بالتقديم؟ إذا بدك بعد شوي. لا تطولوا بتقديم الجاتو، لأنه في بيناتنا كبار وما رح يتحملوا القعدة الطويلة، ويا ريت تقدموا الجاتو بعد الأكل مباشرة. انتبه منيح، ما بدك توصاية. تكرم. واضح انك قريب للعروسين. انا ابو العريس، وانا عندي محل الحلو متخصص بالمناسبات، وساويت لهم جاتو العرس. حلو. واذا الله رات رح تساوي واحد لعيد ميلاد حفيدي الاول. الله يطعمهم يا رب. ان شاء الله. وينهم الهلا؟ العرسان مو هيك؟ يا ترى شو صاير معهم؟ والله ما بعرف. الله يوصلهم بالسلامة. والله داخل ننتظر. إيه بعدين؟ منيح اللي جيتي نريمان خانم، كنت خايف انك ما تكوني معنا اليوم. يعني معقول ما اجي عثمان بيك؟ اذا اندعيت فلا تهمل الدعوة، واذا ما اندعيت فلا تحوم. مو انت اللي قلت هالحكمة من قبل ولا نسيت؟ الذاكرة عندك قوية ما شاء الله. جهزي حالك لأنه رح تكوني شاهدة على الزواج اليوم. عن جد رح كون شاهدة؟ لأني بتوتر كتير بهيك مواقف وبيتربطوا إيدي ورجلي. أنا اليوم مبسوطة لأني شفتكم بآخر عمري. وفي عندي شوية حكي لازم أقوله لحضرتك قبل ما فارق هالحياة. الله يطول بعمرك، مو وقته هالحكي. بعرف شو هو وضعي منيح يا ياسر بيك، مو ممكن اقدر ردلك هالجميل. انت ربيت ابني تربية صالحة ووصلته لهون، لحتى هيك صار. فضلك علي كبير. انا ربيته لاني حبيته وفضلي على حالي. وصلوا ما شاء الله ما شاء الله. شوف بابا ما أحلاها.
من فضلكم يا أخوان خلونا نعيد مرة تانية قدام العالم والشهود. بتقبلي نيفين إيتاش بيامن تسجان زوج إلك طول العمر؟ إيه بابا. برافو برافو. وإنت يا يامن تسجان تقبل بنيفين إيتاش زوجة إلك طول العمر؟ أبلان. برافو. مبروك يا أمين. وإنتوا بتقبلوا تكونوا بهذا الزواج شهود؟ نعم. إيه نعم. الاسم والتوقيع كمان حضرتك نيفين. يلا مثل ما اتفقنا. شو عملتي؟ عثمان بيك تفضل. أعزائي الحضور، بتعرفوا إنه الزواج مانو شي بسيط ولا مجرد تقليد، هو نعمة كبيرة وهبنا ياها الخالق عز وجل لتجمع الناس يلي بيحبوا بعض تحت سقف واحد. نحلم بالسعادة، وهي السعادة مستحيل إنه تتحقق إذا ضل الفرد منا عايش وحيد، لأنه الحياة انبنت من البداية على اتحاد كائنين برباط الحب المقدس، ومن لما تكونت الأسرة الحياة بتتطور. من الواضح أنه التطور بأي مجتمع مرتبط بمدى كون الأسرة متماسكة فيه، وبالعيلة الهدف هو مو التنافس لنحصل على الأكثر ولا أنه ميل كفة الميزان لصالحنا، بالعكس هي احترام كل فرد منا لواجبه ومكانه فيها. والعيلة بالأصل انوجدت لحتى تزرع بذور الحب بقلوبنا وبقلوب أبنائنا وتنتقل عبره لأحفادنا يلي رح يجوا على هالدنيا من بعدنا ويحملوها كمان. أصلاً الحياة هي الحب، والحب هو اللي بيعطي الحياة وبيخلي فيها طعمة. هالعرس بيذكرني بعثمان الغازي ومالتون هاتون وأرهان الغازي ونيلوفر هاتون اللي عاشوا حياتهم برضا وما قدر شيء أبداً يفرق بيناتهم. في عندي كلمة للعروسين، أوعكم بلحظة غضب تجرحوا بعضكم البعض مشان مال هالدنيا. السيدة ماريا رضي الله عنها وقت تزوجت بنبينا الكريم محمد شو أخذت معه؟ مين بيعرف يا جماعة؟ أخذت صينية ومصب المي وأخذت مخدة وكاستين. طيب وخير هالعيلة ما رجع علينا كلنا؟ خلونا كلنا نكون مثل هالعيلة ونتمثل بأخلاق الكريمة، ولا يجي علينا زمان القلوب تجرح بعضها والحب يخلص. والله يجمعكم طول الحياة ويبارك عمركم ويمنحكم الفرح. اوعك تطالع صوت، انت اللي عم تصنع هاي سكاكر ما؟ لمين عم تبيعون؟ ليك انا مسحت واحد من رفقاتك عن وش الارض بهي الطريقة، وكل سؤال ما رح تجاوبني عليه رح اعطيك بداله جرعة من هالسم. انا رح اعيد السؤال، لمين عم تبيع هاي السكاكر؟ لسليمان. سليمان مين؟ شو كنيته؟ أنا قلت للشرطة عنه، ما بعرف شو هي كنيته. ما عم تعمل له فواتير؟
لا، عم يدفع نقدي ومن دون فاتورة. الله يلعنكم كلاب. تعرف هالمصاري اللي عم تاخدوها شو هنن؟ هي مصاري السم يلي عم يبيعوه الوسخين. بتعرف كم ولد عم يموت بسبب هالمخدرات؟ ما سألت حالك؟ ما حاولت انه تعرف؟ انت ما سألت حالك شي مرة انا شو اللي عم بعمله؟ انا ما كنت عم بيع حدا. خلاص، ما في فرق بينك وبينهم. انتو كلكن مع بعض عم تمشوا بهالطريق الاسود. انت كمان قتلت بنتي نسرين. تفضلي. ان شاء الله شكرا. الله يبارك فيك. رح أعطيها بهالسهولة أبدا. هي أكيد كل شيء له وقته. برافو على يامين، اختار بنت حلوة وظريفة وأخلاقها عالية ومتميزة بحياتها. أنا بحب هالبنت كتير. وكمان رح جبت لها سيارة صغيرة هدية لعرسها. خبيتها ورا البناية قدام الباب التاني مشان ما يشوفوها. بس بياع الجاتو شاف السيارة قبل عروستنا. بياع الجاتو؟ ليش بياع الجاتو لساته هون؟ أنا كنت مفكر إنه راح من زمان. لا، أنا قبل شوي رحت مشان شوف السيارة إذا فيها شيء. ساعدوني ساعدوني. بنتك سمموها بالسم يلي حطوه بأهلي بالسكاكر تبعي. سامحني من شأن الله، سامحني قبل ما أموت. اسكت، لا تروح حوتك بالحكي يا معلم مدير. ألو، بعتولي سيارة إسعاف بسرعة لصالة أفراح السما الزرقاء بسرعة، لا تتأخروا. الحمد لله، وهي عملنا عرس ببيض الوش قدام الكل. وهي هديتك. شكرا لك بابا. ولا يهمك. وهي حجز الفندق تبعكم، وهي تذاكر الطيارة. يا من شوف، ليك أبوك عملنا حجز بأحسن فندق. صحيح المعلم عثمان وينه؟ أنا رايح شوفه. ولسه ما خلصنا يا عروس، لسه عندي مفاجأة إلك. تعالي معي لفرجيك إياها. تفضلوا. شو رأيك؟ ليش ما ناديت لي؟ ما كان بدي انزعلك يوم عرسك وخرب عليك الفرحة تبعك. رح يعيش؟ في قدامنا قاتل الدنيا مسودة بوشه يا آمن، وكان رح يرتكب تاني جريمة قدام عيوننا ونحن محاصين عليه. كنت ما رح سامح حالي أبدا. يعني كان في عرس وجريمة بنفس المكان. نيفين، إذا في مجال نأجل الحجز وبطاقات السفر بيكون منيح. ما فيني أترك روح بهيك وضع. مثل ما بدك.
بنتي، كنتي بنتي الوحيدة، ونصيبي نصيبي إني شوفك بكفن أبيض بدل ما شوفك بفستان عرسك الأبيض. بوعدك أنا رح أنتقم لك ورح موت هالكلاب كلياتهم. كاظم ليش تأخرت كل هالقد؟ وانتي شو عم تعملي هون بهالوقت؟ يلا رجعي على البيت يلا. طيب تعال معي. انتي ما عم تفهمي علي؟ انا قبل ما امسك اللي قتلوا بنتي واحد واحد ما رح اقدر اعيش. نحن عالم بسطة وعلى قد حالنا، وايدنا ما رح توصل لهيك عالم. خلينا نروح لعند الشرطة وبلا ما نعمل شي خلينا نندم. ايدينا رح توصل ورح تشوفي، بعدين ما رح يطلع شي من الشرطة. صدقني هدول ناس وسخين وما رح يتركوك. خليهم ما يتركوني، الموت بهالطريقة بضل أحسن ما أنزل على القبر وبقلبي حسرة كبيرة على بنتي. الأطباء بالمشفى قدروا يوقفوا فعالية السم وما ضل في خطر على حياته هلأ. قدرتوا تحكوا معه؟ نعم سيدي. المجرم هو شخص خسر بنته بسبب المخدرات وعم يدور على البياعين، أخذ اسم سليمان. مثل ما كنت متوقع. طيب حكى اسمه شي؟ ايه، المجرم ذكر اسمه للبنت، قال نسرين، وصباح عم يبحث عن الاسم وعن عائلتها كمان. انا لقيت اعلان موت نسرين، ماتت قبل 41 يوم، واصدقائها حطوا هذا الاعلان هون. نحن مشتاقين لابتسامتك. الله يلعن هداك المجرم اللي اخذك منا. ارتاحي مع الارناب. ارناب؟ الاب والام بوضع سيء ولازم نمنعهم، لازم قبل ما تصير ايديهم ملطخة بدم التار، وإلا العيلة رح تروح مثل ما راحت البنت. يلا. بظن هالمادة بيستخدموها لقتل الحيوانات المريضة. شوفوا عليه صورة سم. صحيح، هذا لهيك شي، معناها بيجهز حاله وبيطلع من العيادة. وهذا هو الخبر تبع وفاة بنته. عم دور على بياع اسمه سليمان، انت بتعرفه شي؟ اي بعرفه، بس انت شو بدك منه؟ ليك انا ماني من الشرطة، انا بس بدي اياه عاوزه شوي. وين ممكن لاقيه؟
بهالايام حتى العصافير بياخذوا مصاري مشان يغردوا ويرففوا بجناحاتهم. انت شو بدك مني؟ بدك خبر ببلاش هيك؟ خود. ايه هدول ما بيجيبوا سيجاره وحده. هات اعطيني كمان. لحظه، بالاول بدلني بعدين بتاخذ المصاري. والله مصرياتك قلال كتير، بس يلا شويه مصاري ما بيضروا، لهيك رح دلك مع انك بخيل. اطلع فيني، روح من هون بعدين على اليسار ودغري ورح تلاقي هنيك هاي المصاري. اهلين. والله رحنا واجينا وحاولنا كتير هون وهون بس ما قدرنا ننقذ بنتنا. من وقت اللي ماتت زوجي تغير كتير وصار يهدد ويقول بدي انتقم من اللي قتلوا بنتي، ومن يومها هو حاطط القصة براسه. شوفوا قديش صارت الساعة وما بعرف وينه. زوجك عم يعمل شغلات كتير غلط تحت اسم الانتقام واخد الدار، فياريت تساعدينا مشان نقدر ننقذ زوجك قبل ما يرتكب شي جريمة تانية. شو؟ إذا رجع خبرينا، أو إذا اتصل فيك اسألي وين بيكون. هالشي مهم، مهم كتير مشان نمنع زوجك من ارتكاب جريمة تانية. جريمة تانية؟ أنت شو عم بتقول حضرة الضابط؟ مع الأسف هذا اللي صار. مشان يوصل للعصابة قتل شخص كان عم يبيع سكاكر لهدول الناس وحاول يقتل واحد تاني. يا ربي دخيلك، أنت شو عملت يا كاظم؟ بتخلوا البيت تحت المراقبة 24 ساعة، مفهوم؟ اللي بتشوفه سيدي. بسرعة ضبوا البضاعة، اليوم رح نترك المكان. شو القصة؟ في حدا خبر علينا؟ بياع السكاكر التاني كان رح يموت الليلة، في حدا عم يحفر ورانا وما فينا نخاطر. اجمعوا البضاعة وتعالوا على المستودع اللي بسورم. أمرك معلم. أمرك معلم. طلعوا فيني، اوعكم تنسوا أي قطعة هون، فهمانين؟ الله يسامحك يا معلم، نحن مو ممكن نغلط. لوين قال بدنا ناخذ البضاعة؟ قال بدنا ناخذها على المستودع يلي بسورم. قديه بدنا وقت لنحط البضاعة بالسيارة؟ البضاعة كتيرة، بدنا شي نص ساعة. قدرتوا تعرفوا مكان العمل تبع العصابة؟ مع الأسف، أساساً هدفنا الرئيسي هو الوصول للراس الكبيرة تبعهم، وقبل ما نعرف مين هو ما بدنا نعمل أي شيء يكشفنا لإلهم. أهلين مدام سميرة. تمام، كتير منيح، أنت ولا يهمك، جماعتنا عم يراقبوه. سلام. يعقوب، عندي فكرة مشان نمسكه لسليمان. نحن ما رح نقبض على كاظم أبداً، وخلينا سوا نعمل حملة مشتركة. لك في زلمة بيركب سيارة صغيرة وحمراء، يا والله ما ضل عنا هيبة. لأنه سيارتي بتلفت الانتباه، مشان هيك أخذت هي. يعني بهي ما عم نلفت النظر، مو هيك؟ كل واحد عم يمرق عم يرجع يتطلع علينا مرة تانية.
صعب كتير الواحد يوصل لك يا سليمان أفندي. اوعك تفكر تتحرك وإلا رح تموت فورا. آخ منك يا وسخ، لك كيف قتلت لبنتي؟ آه كيف؟ طعميك هالبضاعة الوسخة كلها هلأ؟ بنتي ماتت بسبب هالسمية اللي عم تبيعه. شو بدي ساوي هاي لقمة العيش؟ لقمة العيش يا كلب؟ لك انت شربت دم بنتي المسكينة. ايه خلصني بقى يا أساساً. أنتوا اللي عم تعطونا أولادكم بإيدكم، ونحن عم نوصل أولادكم بسبب الأهالي المهملين اللي مثلك أنت وغيرك. الله يلعنك يا حقير. لا تتحرك، وقف مكانك. إيديكم لفوق. كاظم سمانلي ارفع إيديك، نزل هالإبرة من إيدك على مهلك. حضرة الضابط، بالأساس أنا ميت، تركوني تركوني، خلوني أقتل هالوسخ. أوعك لا توسخ إيديك بالدم مرة تانية، وإلا أنت كمان رح تكون مثله. هيك رح تخسر كل حياتك جوات السجن مشان واحد مجرم مثل هاد. تعال خلص تركه إلنا، وإلا ما رح تقدر تقوم بعد هالوقعة. بترجاك تتركني، خليني ريح الناس من هالوسخ. كاظم لا تعمل هيك، أنا بعرف الجرح يلي بقلبك. بترجاك خلوني أقتل هالمجرم بلا ما يحرق قلب آباء وأمهات تانين. بالأساس قلوب كتير رح تحترق إذا قتلته ورحت على السجن. إذا تركته رح نخلي هالوسخ يحكي، لأنه في أشخاص أكبر منه عم يوزعوا هالسم وهو بيعرفهم. وإذا سليمان ضل عايش رح نقدر نوصل لهالأشخاص. خلص تركه، خلينا بهالطريقة ننقذ حياة ولاد تاني. خدوا لشوفه. إيديك ورا ظهرك. يلا امشي. كاظم سمانلي، أنت متهم بجريمة القتل وبتهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار. سليمان تعال لشوف. يلا امشي، في عنا حديث طويل لازم نحكي مع بعض بالفرع. خدوا يلا تحرك تحرك. خدوا يلا تحرك. التهمة لابسته، المخدرات هون متلبس، أكيد رح نصيد السمكة الكبيرة من وراه. نحن متأكدين من هالشي. يلا يلا يا عمر رح نتأخر، استعجل. ليكني يا مرتي، يلا رح نتأخر. شو قلت حبيبي؟ شو قلت؟ قلت رح نتأخر. قبل هاي الكلمة شو؟ قلت ليكني، كمان قلت يا مرتي. أولى مرة تاني يا مرتي. يلا امشي. يلا أنا بفتح الباب. عزمت خالي ناريمان على الفطور وأكيد ها ليك أجيت. عزمتي ناريمان خالي؟ مرحبا هدى، كيفك؟ منيحة، تفضلي. صباح الخير، شو هالمفاجأة الحلوة؟ صباح الخير عثمان بيك، كيف إيدك؟ صارت أحسن إن شاء الله؟ إيه منيحة الحمد لله، نشكر الله. ها تفضل يا جوا. شكرا. أنا رح رد بابا. ماشي حبيبتي. حلوة الحفلة كانت حلوة مبارح، ما هيك؟ حلوة كتير، الله يسعدهم بهالحياة. الحقيقة السعادة هي حق لكل شخص، صح لما لقى نريمان خانم؟ صح سيد عثمان، الوحدة شغلة مانا سهلة، كل إنسان بيتمنى يكون عنده بيت دافي. الوحدة مانا شغلة من طبيعة البشر. كنت حابب أحكي مع حضرتك بخصوص الرسالة، وأنا كمان مثلك أنت عم فكر فيها. اللي بدي أقوله أنا أنه مثله مثل زوجي قتلوه مثل ما قتلوا زوجي. ليك خلينا نمشي.
بسيطة هيك الشغل.